السؤال الثاني أن هل عليهم صلاة تراويح بالأصل؟ لأن تعرف أنت وضعهم نعم دكتور من يعني هم من هم بحالتهم ليس عليهم صلاة تراويح، نعم هم مطالبين بالفريضة، نعم بالفريضة فقط، لكن عندما يتصلون ويسألون بهذا الشكل جزاهم الله يعني خير، هذا إن دل يدل على إيمانهم، نعم وحرصهم على دينهم، اللهم انصرهم، الله يبارك نعم فيهم ويحفظهم إن شاء الله ويردهم إلينا سالمين غانمين، اللهم آمين. فإن كان الأمر متاح صلوا، فيهم أصدقاء وفيهم إخوة وننتظرهم دائما يعني وندعو لهم ويكونوا معانا متواصلين، الله يحفظهم يا رب بإذن الله، يعودون مجبوري الخاطر بإذن الله سبحانه وتعالى، اللهم آمين. فهم ليس عليهم صلاة تراويح، ولكن إن كان الأمر متاح فصلوا يصلون صلاة خفيفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، اللهم آمين. اللهم آمين، اللهم احفظهم لا شك يا رب. لا شك أخي الكريم أن عملهم هذا أعظم من صلاة التراويح وأعظم من كثير من الأعمال، فهم يعني في كل لحظة وثانية يقضونها في هذا الجانب، نعم هم على ثغر، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، هم يحرسون أمننا وراحتنا وسلامتنا، اللهم فالله يحفظهم إن شاء الله اللهم وأيدهم بالنصر المؤزر، اللهم آمين.